نشرة الظهر. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الظهر وفي عناوينها. بداية من اليوم، الأساتذة والمعلمون يشرعون في تنفيذ وقفات احتجاجية جهوية على خلفية جملة من المطالب المهنية. ارتفاع الدين الداخلي لتونس مقابل تراجع ملحوظ في حصة الدين الخارجي من الدين العمومية، موضوع قراءة في النشرة. تواصل الحملة الميدانية لتحيين السجل الانتخابي 27 و29 من أوت الجاري، موعد التصريح بأحكام الطور الثاني من نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية. في الشرق الأوسط، 33 شهيدا في مجزرتين جديدتين في غزة، وخروج مستشفيات شمال القطاع عن الخدمة. بدعوة من جامعتي التعليم الثانوي والتعليم الأساسي، يدخل الأساتذة والمعلمون بداية من اليوم في سلسلة تحركات جهوية تختتم بيوم غضب أمام وزارة التربية في 11 من سبتمبر المقبل، احتجاجا على عدم تنفيذ جملة من المطالب المهنية. الكاتب العام لجامعة التعليم الأساسي نبيل الهواشي يصرح للأخبار. سلسلة من التحركات منطلقها صفاقس وإباجة تتتوج بيوم غضب وطني أمام وزارة التربية يوم 11 سبتمبر. الأسباب تتعلق بجملة من التدابير التي اتخذتها الوزارة ضاربة للحق النقدي. هناك جملة من المحاضر التي وقعت منذ أبريل إلى يومنا هذا لم تجد طريقها إلى التنفيذ، وانفراد الوزارة بتنفيذ ما حبر في هذه المحاضر، كما حدث في علاقة بحركة المديرين فتح مفاوضات فعلية وجدية مع وزارة التربية حول المطالب المهنية للقطاع، خاصة المطالب المادية، والوزارة يجب أن تكون أحرص الناس على ذلك. ثالث رسالة نريدها إلى الوزارة أن نقابتين مسرتين على تطويق المشكلات باعتماد التفاوض أسلوبا. خارج هذا الإطار أمر لا يمكن أن نقبل به، لكن إن دفعنا إليه دفعا سنجد أنفسنا مجبرين على أن نناضل من أجل إقرار حقنا في التفاوض في تسوية مختلف المشكلات، أجل إقرار حقنا في الحوار حول إصلاح المنظومة التربوية، حريصون على أن نؤمن عوامل نجاح العودة المدرسية. من جهته، أشار الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي إلى تراجع وزارة التربية عن جملة من النقاط التي تم الاتفاق عليها. حبني نعطي إشارة إلى أننا يوم السبت نحن كقطاع التعليم الثانوي قاطعنا جلسة المحادثات النظار والمديرين على خلفية أن الوزارة التفت على اتفاق 2011. بالأمس بعد تعيين الوزير الجديد اتصل بمدير العام للموارد البشرية وطلب أن نعود إلى هذه المحادثات، واتفقنا على جملة من النقاط، أولها أن تكون المفاوضات وفق اتفاق 2011، ثانيها أن يمكن زملائنا الذين قاطعوا يوم السبت 24 أوت من أن ينخرطوا ضمن محادثات يحدد تاريخها لاحقا، ولكن يبدو اليوم أن سلطة الإشراف تراجعت عن هذا الاتفاق ورفض كل مسؤول في الوزارة أن يمضي على محضر اتفاق، لذا قررنا مجددا مقاطعة هذه المحادثات وانسحبنا من مركز الاختبارات بباب الخضرة بعد تقريبا انتظار امتد على 3 ساعات. انطلقت اليوم حملة بيع القسط الأولي من اشتراكات النقل المدرسية والجامعية للموسم الدراسي الجديد، وتجري عمليات البيع ب5 نقاط تابعة للشركة، إضافة إلى تخصيص 151 نقطة بيع تابعة للبريد التونسي. استعدادا للعودة المدرسية والجامعية، أعلن البريد التونسي اليوم توفر بطاقات الدفع الإلكترونية أودينار جون بمكاتب البريد لتمكين كافة الطلبة القدامى والناجحين الجدد في امتحان البكالوريا من القيام بعملية التسجيل الجامعي عن بعد بالنسبة لسنة الجامعية الجديدة. كما يمكن لأصحاب المحافظ الإلكترونية وولت وبطاقات هوية استعمالها للقيام بعملية خلاص معاليم التسجيل الجامعية. مع العلم وأن بطاقة أودينار جون والمحافظ الإلكترونية وبطاقات هوية تمكن الطلبة من خلاص معاليم السكن الجامعي وتنزيل مبالغ المنح والقروض الجامعية، وكذلك التمتع بالعديد من الخدمات الرقمية الأخرى. ويضع البريد التونسي على ذمة الطلبة مركز النداء 1828 للإحاطة بهم والرد على استفساراتهم وتقديم كافة الإيضاحات ذات الصلة بالعودة الجامعية.
في شأن وطني آخر، حددت المحكمة الإدارية يومي الثلاثاء 27 من أوت والخميس 29 من أوت الجاري موعدا للتصريح بمنطوق أحكام الطور الثاني من نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر القادم. الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد المنصري أكد أن الأحكام التي ستصدر عن المحكمة الإدارية هي أحكام باتة لا تخضع للطعن، وسيتولى مجلس الهيئة على إثرها المصادقة على القائمة النهائية للمترشحين المقبولين. 6 مطالب مترشحين قاموا بالطعن لدى الجلسة العامة استئنافيا في قرارات الطور الابتدائي الصادرة على الدوائر الاستئنافية. تمت المرافعات في هذه الملفات ووقع تأخير هذه القضايا ليومي 27 و 29 أوت لإصدار الأحكام عن الجلسة العامة في خصوص مطالب الترشح. يعني أن الطور بتاع الجلسة العامة هو آخر طور، والأحكام التي ستصدر عن الجلسة العامة تعتبر أحكام باتة ولا تخضع لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. على إثرها هي مباشرة مجلس الهيئة سيصادق عند صدور آخر حكم عن الجلسة العامة مباشرة على النتائج النهائية للمقبولين. إلى حد الآن عندنا 3 مترشحين بصفة نهائية وننتظر أحكام المحكمة الإدارية. واستعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة، تتواصل الحملة الميدانية الاستثنائية لتحيين السجل الانتخابي بكافة جهات البلاد عن طريق 1000 عون وفق ما أفاد الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد تليلي المنصري. تواصل عملية التحيين بالنسبة للسجل الانتخابي إلى غاية يوم 20 سبتمبر عن طريق أعوان الهيئة لوقع انتدابهم تقريبا أكثر من 1000 على كامل تراب الجمهورية بفرق متنقلة وقارة بمقرات المعتمديات وكذلك بمقرات هيئاتنا الفرعية على كامل تراب الجمهورية. هذا بالإضافة إلى إمكانية متاع التحيين عبر التطبيق متاع twansa.gov.in اللي بإمكان كل مواطن أنه يختار مركز اقتراع يتماشى مع يوم الاقتراع وباش يكون متواجد. التطبيق هذه استعمال التحيين بصفة عامة لا يتطلب شروط جديدة، يكفي فقط أنك تدخل البيانات المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية وتختار مركز اقتراع جديد. إلى موضوع آخر، سجل الدين الداخلي لتونس إلى موفى السداسي الأول من السنة الجارية ارتفاعا بمعدل سنوي يناهز 24.9% مقابل 20.5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتزامن هذا التطور مع تسجيل انخفاض ملحوظ في حصة الدين الخارجي للدولة من إجمالي الدين العمومي دون أن يتسبب الاقتراض الداخلي في زيادة التضخم وفق ما تثبته مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء بحكم إيداع أموال القروض الداخلية في المؤسسات النقدية الوطنية وضخها في الدورة الاقتصادية المهيكلة. أحلام الجاسمي وقراءة في الموضوع. تقلص الدين الخارجي لتونس نهاية جوان الماضي بنسبة إلا 9.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما اعتبره الخبير الاقتصادي والمحلل المالي بسام النيفر تقدما إيجابيا في التخلص من الديون الخارجية. التداين الخارجي في تونس تقريبا لم يتطور إذا كان قارنوه بمستوى سنة 2020، وهذه في السنة الثالثة على التوالي، بالرغم اللي احنا ما زال عندنا أكثر من 62 مليار دينار من الديون الخارجية يلزم نخلصوها في السنوات القادمة. التطور هذا الإيجابي جاء عن طريق نوعا ما دفع ثمن، لأنه في الوقت اللي احنا اقتصادنا يحقق فيه مداخيل كبرى من العملة الصعبة سواء عن طريق التونسيين بالخارج وتحويلاتهم أو عن طريق المواسم السياحية، مريناهاش انعكست على الاقتصاد الوطني، لكنها حسنت صفة كبيرة قدرة الدولة التونسية على خلاص الديون دون اللجوء إلى التداين من جديد. في المقابل تزايدت خدمة الدين الداخلية لسنة 2024 لتتواصل للسنوات المقبلة وفق الخبير الاقتصادي بسام النيفر، ما يمثل عبئا على الدولة ويستوجب تحسين الموارد الداخلية الذاتية، مبينا أن الدين الداخلي ليس له تأثير على التضخم. بالنسبة للتداين الداخلي ارتفع بصفة كثيرة لأنه تم تعويض اللجوء إلى الأسواق الخارجية وإلى المانحين الدوليين جزئيا السوق الداخلية، ورأينا قدرة هذه السوق، وحتى وكالة التصنيف أشارت إلى أنه السوق الداخلية التونسية ما زالت قادرة على التمويل الدولي. هذا يعطينا أن الدولة عندها خدمة دين داخلية كبيرة.
كبيرة لسنة 2024 باش تولي أكبر في السنوات القادمة. بالنسبة لميزانية الدولة باقي مش يكون عندها هامش تحرك أفضل بكثير من ناحية الديون الخارجية، لكن خدمة الدين الداخلي ستكون في الحقيقة عبء بالنسبة للسنوات القادمة، وهذا أيضا يتطلب دائما مزيد من التحصل على موارد داخلية ذاتية. بالنسبة للتضخم التداول الداخلي وخاصة الاقتراض المباشر من البنك المركزي ما كانش عنده إلى حد اليوم تأثير. المبالغ اللي تم صرفها إلى حد اليوم عن طريق الاقتراض المباشر من البنك المركزي ما مشيتش إلى مصاريف في الاقتصاد التونسي كإعانات اجتماعية أو كأجور، مشيت أساسا سوق الصرف الداخلية لخلق الدين الخارجي. وفيما يثمن بعض الخبراء مواصلة تونس في التعويل على التدين الداخلي، يرى البعض الآخر أهمية تعويل الدولة على خيارات أخرى منها الخروج إلى الأسواق المالية العالمية لإنعاش الاقتصاد الوطني. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين. تطورات الوضع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد اليوم عشرات الفلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح في قصف صهيوني استهدف مدرسة تأوي نازحين شمال مخيم صيرات وسط قطاع غزة. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه اليوم خروج كافة مستشفيات شمال قطاع غزة عن الخدمة، وأن عملية تهجير قصرية طالت 250 ألف فلسطيني خلال الساعات الأخيرة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي لقمر الغربي. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب مجزرتين خلال الساعات 24 الأخيرة أدت إلى استشهاد 33 فلسطينياً وإصابة 66 آخرين، ما يرفع حصيلة العدوان الصهيوني المستمر منذ أكتوبر الماضي إلى أكثر من 40,400 شهيد و 93,500 جريح. وقد طلبت الوزارة اليوم بضرورة توفير الحماية لمستشفى شهداء الأقصى والمرضى والكوادر الصحية بعد إعلان الجيش الإسرائيلي محيطه منطقة عمليات عسكرية. من جهتها أعلنت بلديات شمال قطاع غزة اليوم خروج مستشفيات المنطقة عن الخدمة، محذرة من أن تكدس النفايات ينذر بانتشار مزيد من الأمراض والأوبئة، فيما قالت بلدية دير البلحة إن عملية تهجير قصري جرت لحوالي 250 ألف شخص خلال الساعات 72 الأخيرة، وإن 25 مركز إيواء النازحين خرج عن الخدمة. وفي حركة تصعيدية للوضع، أقدم مستوطنون إسرائيليون اليوم على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، حيث نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، بالتزامن مع تصريحات المتطرف وزير الحرب إيتمار بنغفير عزمه بناء كنيس فيه، ما اعتبرته حركة حماس إعلانا خطيرا يعكس طبيعة نيات حكومة الاحتلال تجاه الأقصى. من جهتها قالت صحيفة معرف الإسرائيلية إن الجيش وسع محور نتزريم وسط قطاع غزة وأنشأ 4 مواقع عسكرية كبيرة فيه لإقامة دائمة لمئات الجنود، فيما أعلنت وزارة الحرب أنها تسلمت أكثر من 50,000 طن معدات عسكرية عبر 500 رحلة جوية وأكثر من 100 شحنة بحرية. على الصعيد الدبلوماسي، غادر وفد حركة حماس أمس القاهرة بعد جولة مفاوضات لم تقدم شيئا جديدا سوى المزيد من الفشل والتعنت الإسرائيلي، في وقت تتمسك فيه الحركة بمطالبها الأساسية المتمثلة في وقف إطلاق النار ورفع الحصار وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة. تقرير ناجي بن جنات. الطريق المسدود الذي أفضت إليه مفاوضات القاهرة بين حركة حماس والكيان الصهيوني كان منتظرا بالنسبة إلى الكثير من الملاحظين والمتابعين، بالنظر إلى التباين الواضح بين الموقف الإسرائيلي المتعنت وتمسك حركة حماس بمطالبها الجوهرية المتمثلة أساسا في وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من غزة ورفع الحصار عن القطاع. هذا المخاض التفاوضي الصعب يزداد حدة من جهة رفض حكومة الاحتلال الانسحاب من محور فيلادلفيا الذي بات معضلة كبرى في مسار المفاوضات وبرهانا قويا على تشدد الكيان الصهيوني واستهتاره بكل الوساطات والمبادرات.
فشل جديد له أسبابه وفق أستاذ العلوم الجيوسياسية بالجامعة التونسية رفع طبيب. لكن فشل منتظر، فبالتالي يمكن أن نعتبر أنه أصبح اليوم هناك نوع من العبث بهذه المفاوضات اعتبارها مجرد ورقة يتم استعمالها من طرف الأمريكان للضغط على المقاومة وإبرازها أمام العالم كأنها هي التي ترفض أي نوع من أنواع الاتفاقات التي قد تفضي إلى إيقاف القتال، حين نعلم جيدا أن إسرائيل لا تريد إيقاف القتال، ولكن الميدان اليوم بدأ يشهد تحولات كبرى ويبدو أن إسرائيل لا يمكنها أن تواصل في هذه الحرب، حرب الاستنزاف. ماذا بعد مفاوضات القاهرة؟ وأي مستقبل لقطاع غزة في ظل هذا المأزق الذي تردت فيه جهود الوساطة والتفاوض في وقت تتواصل فيه حرب الإبادة الصهيونية وتزداد الأوضاع تفجرا واشتعالا في الشرق الأوسط؟ على الجبهة اللبنانية أكد حزب الله أنه أطلق 340 صاروخا فضلا عن مسيرات على الشمال الإسرائيلية، كما ضرب قاعدة جيلوت العسكرية في شمال تل أبيب. وبث الإعلام الحربي لحزب الله اللبنانية معلومات تفصيلية عن قاعدتين إسرائيليتين استهدفهما أمس، ضمن ما قال إنها المرحلة الثانية من رده على اغتيال قائده العسكري البارز فؤاد شكر أواخر الشهر المنقضي. وقد نفى الجانب الإسرائيلي تعرض أي قاعدة أو ثكنة عسكرية لإصابات في تل أبيب ومحيطها أو في الشمال، فيما أفادت التقديرات العسكرية الاستخباراتية الإسرائيلية بأن حزب الله خطط لاستهداف مراكز استخباراتية في منطقة جليلوت بتل أبيب منها مقر الموساد. بهذا الخبر نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بداية من اليوم الأساتذة والمعلمون يشرعون في تنفيذ وقفات احتجاجية جهوية على خلفية جملة من المطالب المهنية. ارتفاع الدين الداخلي لتونس مقابل تراجع ملحوظ في حصة الدين الخارجي من الدين العمومي، وكان هذا موضوع قراءتنا في النشرة. تواصل الحملة الميدانية لتحيين السجل الانتخابي، والسابع والعشرين والتاسع والعشرين من أوت الجاري موعد التصريح بأحكام الطور الثاني من نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية. في الشرق الأوسط 33 شهيدا في مجزرتين جديدتين في غزة، وخروج مستشفيات شمال القطاع عن الخدمة. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، تحياتي نفيسة حسني.